الدويات بنتي قاعدة بالنسبة للمرضى ما فماش، أنا نعدي في التغذية ما نلقاش دواية، نعدي في القلب ما عنديش دواية، ثاني باب اشترى الدواية قاعدة مسروقة وماشية خارج على روحها. طبعا تأثر على حياة التونسي، خاطر الطبيب يكتب له الدواء يلزم هذاك ياخذه، هم يعطيوا بديل وساعات البديل ما ينفعوش بدنه، هذيك حاجة. وثانيا معناتها كي تنقص الدواء وما يلقاهوش بدل ما عادش يجاوب، ما ينجم يتضر فيها المواطن. ممكن أي دواء تنجم تستغنى عليه، يوجعك راسك تنجم تصبر، أي نوع دواء فما ممكن تنجم تستغنى عليه، إلا حاجتي عندك دواء صغار كيف يمرضوا لازمك تنقذهم. توا نسمع حاليا دواء السخانة، أنت صغيرك كي باش تطلع له السخانة أول حاجة تعطيه اللي في رالقون. توا فما عباد تجري اللي فيها القوم ما فماش، معناها تطلع له السخانه الصغير ربي معاه وكاها، تطلب انه ربي معاه وينقذه من المرحله ذيك. وثاني حاجه الدويات للمرض المزمن. الحقيقة الأزمة نتاع الأدوية، احنا ما عندناش أزمة في صنع الأدوية، عندنا أزمة في استيراد الأدوية، لأنه كما تعرفوا عندنا الصيدلية المركزية هي المنوط بعدتها استيراد الأدوية. الصيدلية المركزية قاعدة تعاني في أزمة نتاع سيولة مالية انعكست على إمكانياتها في استيراد الأدوية، وبالتالي صارت الأزمة في القطاع العمومي وفي الصيدليات العمومية، كذلك صارت الأزمة في القطاع الخاص على مستوى الصيدليات الخاصة. هذا الكل انعكس على وجود الأدوية خاصة في المستشفيات العمومية. Thank you.